انا الاسم ديالي خديجه ايتو مغار وساكنه في حي ارسالا وكنت ساكنه كنت كاريه بيت في حي المحمدي وملي هذا على حساب بنتي انا كنخدم كنخليها مع الجيران وكراك عارفه الدريه ما خصكش تخليها معها وصافي ملي اختي بغات تحولو هادي جينا جي 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 شفنا هاد الدار قلت لها صافي اللهم نكري مع اختي كري بيت مع الجيران نكري مع اختي نيت حسن أنا مريضه عندي الصمامات ديال القلب ودابا حاليا مبقيتش كنقدر نخدم ناس تقول لي كنت كنخدم الناس نحكو الحيوطة والبرودويات وهذا دابا مبقيتش كنقدر على داك الشيء ودابا حاليا كتجيني ديك الغيبوبة كتجيني كيشدني الكرز وكنغيب شي ساعة ما المكانة وما كنقدرش مازال ندير حتى حاجة ودابا المشكل ديالي أنا إلا درت العملية خصني نرجع فين غنخدم انا داك تقول ما كنقدرش عليه مازال كاينين الناس وقفوا معايا في السبيطار ووقفوا معايا في مليس والله جازيهم بخير خداو ليا شي براوات وداروا ليا التحاليل وداروا ليا الراديو وقفوا معايا ولكن انا كاتبغي كاتبغي ما كنبغيش نبرصهم شحال قدني والدريه تاعي هي كتبغي الحوايج ديالها كتبغي باغا السوع وباغا وما قاداش ندير لي هذاك الشيء ما خصنيش نهز تقول ما خصنيش ندير داك الجابير ما خصنيش ندير البرودوي انا الخدمه ديالي الميناج قالوا لي عندي الصمامات بجوجهم غادي يتبدلوا دابا حاليا ما ما عرفش داروا معايا قالوا لي راه عندهم واحد الصمامه وحده باقا ما كايناش ودابا داروا معايا نهار اثنين ان شاء الله نمشي عند البناجي نشوف التحاليل ديالي وسميتو ديك الساعات نشوف واش غايدير معايا ان شاء الله ديك الساعات يكون الخير كنت مشيت لواحد الكلينيك طلبوا لي فيها 12 مليون وملي هذا نقصوا لي 4 بقات لي 8 عطيت الورقة لواحد السيد ملي شافها وهذا قال لي المبلغ كتير ومن اللي هذا وقفوا معايا عندهم المعرفة في ميليزو وقفوا معايا كنمشي نشوف الأطباء وداك الشيء كيهضروا كي مع الأطباء دايما كيعيطوا الله يجازيهم بخير لك يكثر وإن شاء الله إلا جاب الله هذا تا دابا من هنا لتنين إن شاء الله ي... إن شاء الله بغيت نتشافى على وديت بنيتي وعلى قبل نيت الكرا نيت ما... ما عنديش باش نخلص الكرا انا كاع عاونوني الناس ندير العمليه وما عنديش والدرية شحال من حاجه وعندي الدريه مع با ما كيصرفش عليها دعيت ومحكمه زعما وحكمات لي بالصير وداكشي ما عندهم ما يعطيني ما يعطينيش والا دخلت للحبس ما عنديش انا ترباح حين تبات بنتي انا ما بغيتش ندخل للعب وفايته كنخدم في واحد الجامع كنخدم في الجامع ولكن غير الجامع ديال السوق كان سائق وندير الناس الوضوء الماء ديال الوضوء يتوضا ويسلي وداكشي ولكن حاليا اختي اللي كتخدم عندي انا كنخلص دابا 18 في ريال ديال الكرا واللي كيعطيوني تما يلا نخلص به الكرة والكرا واش فيه اللبس ديال الدريه واش فيه الصاير دابا حاليا انا اختي اللي كتصير ودير حاسه راسي بحال ثقيله عليا ودابا حاليا الدواء هذا اللي كنستعمل بعد الخطرات ما تيكونش عندي كان منكو من باش ما من نشربوش هذيك المره ما شربتوش ما كانوش عندي الفلوس وما خديتوش وكان غيب جاتني عندي واحد السيده هنا شدني داك الكراز مع ديك الجوج ديال الليل، وما لقات أختي ما دير، ما لقات ما دير لي واش هزني تهبطني مع الدروج واش، بوحدها ما تقدرش هذا، وحاليا كندير حتى الرابوس، نتمنى من المحسنين يعاونوني غير في بنيتي وفي الكرا، العمليه وداكشي، والعمليه حتى هي يعاونوني في الدواء ويعاونوني الله يجازيهم بخير مقهوره وما عنديش وما كانش لي هذا ما ما كانش على من تحطي راسك الله يرحم بها الوالدين الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير الله يحنن القلوب الرحيم